الشغل الشاغل لكل العالم اللي كنا في السابق ما مهتمين به هو التغيرات المناخ في بلدان العالم. دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد، لنرى تأثير التغير المناخي علينا وعلى العالم أجمع. إحدى القضايا الشائكة الأكثر إلحاحاً في الفترة الأخيرة، من هي الدول الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية؟ أي تغير مناخي هيترتب عليه أثار سلبية، ده هينعكس على البنية التحتية. كيف ترى مثلاً هذه الطاقة النظيفة؟ من توصيات مؤتمرات المناخ السابقة $100 لكل طن انبعاثات. التغيير المناخي لأنه يؤثر بشكل مباشر على صحتنا كإنسان يسكن هذه الأرض. بيت للكل غداً 11 مساءً على قناة مصر الأولى.